التماشي اللي يسدد صرامين أسر سخال وخمسة وخمسين عن رحيم شكي. إذا هذه الأسماء اللي نشوفوها مصر تشكيل الأساس الاحتياطي في مواجهة اليوم بين فريق النظرية اليابكية وفريق أرجرين. تعطى انطلاقة هذه المباراة وترقب كل الترقب لنعيش وياكم غمار تفاصيل 90 دقيقة. نتمنى للجمهور الكريم يستمتع معنا يستمتع مع غمار هذه المواجهة اللي ممكن أنها تكون فرجوية بشكل كبير قمة من قمم مباريات الدوري الاحترافي اللي ينوي هذا الموسم. كرة ملعوبة على مصر الخط الأمامي مباشرة في اتجاه التماس. نذكر أنه في نص التوقيت الاس اس ام شباب المحمدية الصديق مركوز فريق سريع واتزن.